مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم كل جماهير النادي الاهلي اللي بتابعنا وحلقه جديده ولقاء جديد السادسه مساء. قبل ما ادخل في تفاصيل الحلقه خلوني اخد حضراتكم للحظه اللي بديت فيها انا شخصيا انا وزمايلي الحقيقه في قناه النادي الاهلي عملنا وانتمائنا لكيان النادي بشكل احترافي. والحقيقه من اللحظه الاولى كان في تاكيد من كل القائمين والمسؤولين عن القناه انه هذه القناه وهذا المنبر الاعلامي جزء لا يتجزأ من منظومة ومن كيان النادي الأهلي. وكان الكلام وكان التركيز قبل الدخول في أي تفاصيل متعلقة بشكل المحطة وبنوع البرامج ومحتوى اللي هنقدمه لجمهور النادي الأهلي في كل مكان في الأرض، كان المبدأ الأساسي والرئيسي هو الحفاظ والتمسك بقيم وثوابت وأخلاقيات ومبادئ النادي الأهلي. وبتهيألي من اللحظة الأولى اللي ظهرنا فيها أنا وكل زمايلي على الشاشة لغاية اللحظة اللي بكلم فيها حضراتكم، ما أعتقدش أنه حضراتكم شفتوا أي خروج عن النص بأي شكل من الأشكال. أنا مش بس بتكلم على السادسة، بتكلم على كل برامج قناة النادي الأهلي. ما أعتقدش أنه في أي لحظة من اللحظات حضراتكم شفتوا هجوم كان مبرر أو كان غير مبرر على أي حد، لا هجوم أو إساءة أو تجريح من أي نوع لشخص أو لكيان أو لنادي أو لجهة ما. ولكن ده مش معناه أبدا أنه الأهلي ملوش حق الرد، خصوصا لما يبقى فيه اقل ما يقال عنها انها حمله ممنهجه. انا مش هقول لفظ مؤامره وان كانت ترقى الحقيقه الى مصطلح ولفظ المؤامره، لكن لما يكون فيه حمله ممنهجه بتستهدف ضرب استقرار النادي وضرب مسيرته وبتستهدف اثاره جمهوره، اعتقد انه احنا لينا حق الرد. وده جزء اساسي من حلقه النهارده من السادسه، ارجو ان حضراتكم تتابعوها. برحب بحضراتكم مره ثانيه ومساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد، ومساء الخير على جمهور السادسه وجمهور النادي الاهلي، اعظم جمهور في الكون. الحقيقه يا احمد انه بالظبط زي ما انت قلت، اللي بيحصل في الوقت ده لازم يترد عليه، لان اللي بيحصل في الوقت ده معروف هدفه. الهدف هو تشتيت النادي الاهلي، تشتيت كيان كبير، وان احنا نرجع الكيان ده لورا، وده مش هيحصل. وزي ما احنا وعدنا الجمهور من اول يوم ان احنا هنوصل صوتهم من خلال برنامج السادسه، فاحنا بنوفي بالوعد ده. والنهارده باذن الله في الحلقه هيكون في تفنيد للحقائق وكلام بالارقام، مش كلام مزيف ولا تزييف حقائق ابدا زي ما بنشوف. هنتكلم بالارقام وهنقول ليه النادي الاهلي، وهنرد ليه النادي الاهلي اعظم نادي في افريقيا وفي مصر. وزي ما قلنا انه هنوصل للجمهور صوته، احنا كمان الجمهور ليه حق علينا ان احنا نرد على اي حد بيتطاول على الكيان ده، اي حد عايز يوقع الكيان ده، ده مش هنسمح بيه ابدا. خليكم معانا في الحلقه وهتشوفوا باذن الله الرد. نبتدي مع حضراتكم باهم عناوين حلقتنا النهارده. مسحه طبيه جديده للاعبي الاهلي استعدادا للجونه. فايلر يجتمع مع لاعبي النادي الاهلي. 3 أسابيع تفصل محمد محمود عن التدريبات الجماعية. عبد الحفيظ الشيخ جاهز لمواجهة الجونة. صحف العالم بايرن ميونخ ملك أوروبا. سواريز يقترب من الرحيل عن برشلونة خلال ساعات. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة ثانية. نبتدي بالأول، واسمحوا لي قبل ما ندخل في الأخبار خلونا بس نقف مع لقطة مؤمن زكريا اللي شفناها واللي تابعتها مصر يمكن بشكل كبير جدا، واحنا عرضناها لحضراتكم، وكانت موجوده على السوشيال ميديا. فكره استقباله طبعا من الجمهور ومن النجم احمد عز والمخرج مجدي الهواري اثناء حضوره لعرض مسرحي. في اوقات كتير جدا جدا بتبقى لحظه الانجاز الشخصي او لحظه المجد عند اللعيبه تحديدا هي لحظه احراز البطولات، ويمكن لو سالت اي لعيب هيقول لك نفس الاجابه دي، حصولي على بطوله كذا او مشاركتي مع الفريق في الحصول على كاس كذا او درع كذا. لكن انا بيتهيألي انه يمكن تكون اللحظه الوحيده اللي بتفوق هذه اللحظه لحظه الانجاز والشعور بالذات وتخليد اسمك في صفحات التاريخ، هي اللحظه اللي بتستقبل فيها حب حقيقي من الجمهور. حب الناس نعمه ورزق لا يضاهيه رزق تاني، وبيتهيألي ده اللي واضح من لقطة بسيطة جدا بان فيها قد ايه الجمهور بيحترم وبيقدر وبيحب النجم مؤمن زكريا، وان شاء الله يتعافى ويرجع لنا بألف سلامة. نتمنى الحقيقة اللاعب يرجع لنا بألف سلامة وينور الملاعب من تاني يا احمد. صحيح. بإذن الله.
نبدا في اخبارنا. نبتدي بالاخبار. لعبوا الاهلي والجهاز الفني والاداري النهارده الحقيقه اجروا مسحه طبيه جديده قبل التدريبات الصباحيه طبعا استعدادا لمواجهه الجونه المقرر اقامتها يوم الاربعاء اللي جاي. الاهلي اجرى المسحه الطبيه دي صباح اليوم وفقا لبروتوكول وزاره الشباب والرياضه اللي بيؤكد على اجراء مساحات طبيه لجميع الفرق قبل المباريات الرسميه. طبعا الاهلي هيدخل معسكر مغلق بكره استعدادا لمواجهه الجونه يوم الاربعاء ان شاء الله. ما فيش وقت، يعني الاهلي الحقيقه بيسابق الزمن سواء ماتشاته في الدوري الفتره اللي جايه او طبعا الاهم او يعني اللي بالنسبه للجمهور مطلب وهدف طال انتظاره بطوله افريقيا. عشان كده الحقيقه الجهاز الفني شغال مع اللعيبه، والنهارده كان في جلسه مطوله عقدها ريني فايلر مع لعيبه النادي الاهلي قبل ما يبتدي التمرين الصبح على ملعب التتش في الجزيره. والجلسه دي يعني كان الكلام فيها عن بعض الامور الفنيه الخاصه بطريقه الفريق او اسلوب الفريق في الفتره المقبله اللي عندنا فيها الحقيقه عدد من الارتباطات سواء كانت محليه وافريقيه. واعتقد انه الصفحه اللي فاتت اتقفلت واعتقد انها مش مؤثره على الاطلاق زي ما اتكلمنا في مشوارنا في البطولتين. كمان الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قال ان محمد محمود هيحتاج من لثلاث اسابيع عشان يعلن جاهزيته للعوده بشكل تدريجي للتدريبات الجماعيه. قال كمان ان اللاعب بينفذ دلوقتي المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي اللي وضعه له الطبيب الالماني مؤخرا طبعا بعد ما خضع لبعض الفحوصات الطبيه هناك. كمان طبيب الاهلي اوضح ان محمد محمود بيسير بشكل كويس جدا في تنفيذ البرنامج التأهيلي ده من أجل تجهيزه للمرحلة اللي جاية. النهاردة كمان الحقيقة سارة كابتن سيد عبد الحفيظ كان بيتكلم على أحمد الشيخ، وبالمناسبة الحقيقة أحمد الشيخ واحد من الأسماء اللي جمهور الأهلي منتظر منها كتير الفترة اللي جاية. في لعيبة أعتقد أنه الأهلي طالب منهم مجهود مضاعف، منهم الشيخ، منهم صالح، منهم حمدي فتحي. وكابتن سيد كان بيتكلم النهاردة أنه أحمد الشيخ شارك في التمرينة بتاعت النهاردة بشكل طبيعي جدا، رجع للتدريبات الجماعية بعد ما تعافى بشكل كامل من الإصابة في كعب رجله اللي تعرض ليها طبعا في ماتش أسوان من حوالي أسبوع. كابتن عبد الحفيظ كمان اتكلم على انه اللعيب نفذ برنامج تاهيلي خلال الايام الاخيره وانتظم النهارده في التدريبات الجماعيه، وان شاء الله يكون اضافه للنادي الاهلي. احمد شيخ لعيب تقيل جدا الحقيقه، وعندنا لعيبه تقيله كتيره جدا في الفرقه، مش عايز بس ابقى بتكلم مع احمد شيخ، الفريق الحقيقه مليان لعيبه تقيله، واعتقد انه حاله التركيز وترتيب الاوراق تاخد الفريق وتطلع بيه لمستوى الطبيعي. انا مش هقول لحاجه جديده، لكن ده مستوى الاهلي الطبيعي بنفس ولاده اللي عملوا مشوار مشرف جدا السيزون ده الحقيقه، ومحققين ارقام اكتر من رائعه. نروح يا احمد للهولندي رونالد كومن المدير الفني الجديد لبرشلونه اللي ابلغ لويس سواريز خلاص باستبعاده من حساباته خلال الموسم الجديد. في تقارير اسبانيه قالت ان كومن خلاص قال سواريز بان هو مش هيعتمد عليه الموسم الجديد، وهيتم فسخ التعاقد بين سواريز وبرشلونه بالتراضي خلال الساعات اللي جايه بعد الاجتماع طبعا اللي هيجمع بين مسؤولي النادي ومحامي اللاعب. اداره برشلونه قررت ان هي تعمل تغييرات واسعه في صفوف الفريق على صعيد الجهاز الفني واللاعبين، وده طبعا بعد الهزيمه التاريخيه اللي برشلونه تعرضت لها قدام بايرن ميونخ بنتيجه 8-2 اللي حضراتكم عارفينها في المباراه اللي جمعتهم في لشبونه في دوري ابطال اوروبا. حقيقه انه كنا بنقول دايما يا احمد ان كومان كنا بنتكلم على ان هو بيعرف يبني فرق، وكنا بنقول برضو ان هو واخد دعم كبير من الجماهير لان هو من اساطير برشلونه خصوصا في اوائل التسعينات، وقلنا على جونه في سامدوريا في سنه 92 لما برشلونه خدت اول شامبيونز ليج ليها. بس الحقيقه انه المهمه ثقيله عليه، مهمه واسعه جدا ان هو يبني البيت الكتالوني من تاني بعد اللي حصل وبعد الهزيمه اللي شفناها. المهمه هتبقى صعبه جدا على كومان وهنشوف. وقال الحقيقه برضو يا احمد انه خطته الاساسيه لازم يكون فيها ميسي، وان هو بيعتمد عليه بشكل كبير في الفترة اللي جاية، وهيعتمد كمان على لعيبة من أكاديمية برشلونة. هو إذا كان الخبر متعلق باقتراب نهاية العلاقة بين سواريز لويس سواريز وبرشلونة، أنا عايز أقول لحضراتكم إن دي بس مجرد مقدمة طبعاً. يعني توقعوا في الأيام اللي جاية تسمعوا عن أسماء من العيار التقيل. بكلم حضراتكم على لعيبة زي إيفان راكيتيتش، بكلم حضراتكم على لعيبة زي عثمان ديمبلي، بكلم حضراتكم على لعيبة زي فيدال وغيرهم وغيرهم. في مذبحه في فريق برشلونه هتحصل قريب. حد سمع حد بيتكلم على سياسه التعاقدات في برشلونه؟ ما اعتقدش.
فريق برشلونه من الفرق الكبيره جدا على مستوى العالم، مش بتكلم على مستوى اوروبا ولا بتكلم على مستوى اسبانيا، بتكلم حضراتكم فرقه من اقوى فرق على مستوى العالم، تعرض لهزيمه مذله وساحقه في اكبر بطوله كرويه يمكن تكون اقوى من بطوله كاس العالم نفسها، ومع ذلك الحقيقه فريق بيجدد دم وبيستغنى بمحض ارادته. انا بكلم حضراتكم على مهاجم بحجم رونالد كومان وهو بيتفوق، احنا بنتكلم على مهاجم بحجم لويس سواريز، ما احناش بنتكلم على مهاجم عادي، واحد من افضل المهاجمين الموجودين في الفتره الحاليه. وبالتالي زي ما بقول لحضراتكم، والحقيقه الدليل امبارح يعني واحنا بنتكلم بنتفرج على بايرن ميونخ قدام بي اس جي، فريق مدجج بالنجوم، يعني فريق فيه يضم كوكبه من اهم وافضل نجوم العالم، بنتكلم على نيمار، بنتكلم على امبابي، بنتكلم على دراكسلر، بنتكلم على فيراتي، بنتكلم على تياجو سيلفا، بنتكلم على نافاس، يعني فرقه تقيله جدا، ومع ذلك الفلوس زي ما قلنا ما بتجيبش بطولات. على كل الاحوال الصحف الالمانيه الحقيقه يمكن زي ما العالم كله متابع احتفلت بشكل كبير جدا بتتويج بايرن ميونخ بلقب دوري ابطال اوروبا للمره السادسه في تاريخه، ويمكن الحقيقه هنستعرض مع حضراتكم اهم العناوين. يمكن لا الاول رايك في فوز بايرن ميونخ على فريق يستحق بجداره واستحقاق، يعني صحيح في قلت لك قبل الماتش في ميل كده ناحيه بي اس جي، لكن في حته مني رافضه انه باريس سان جيرمان ياخد اي طبعا بطوله. طبعا انت يعني الثقافه الفرنسيه خلاص. لا بس في حته ترتاح لو خسر البطوله، يعني في جزء كده ليه علاقه بالاداره بتاعه الفريق، لو خسرت ما عنديش مشكله، انا مرتاح جدا ومبسوط. وعلى كل الاحوال فاز من استحق، يعني البايرن مقدم السنه دي عروض اكتر من قويه واكتر من رائعه، سواء اكتساحه لتشيلسي او اكتساحه للبارسا او انه كسب ليون اللي خرج اليوفي والمان سيتي، وكمان الحقيقه وقف امام عملاق اوروبا في النهائي وقدر يسيطر على المباراه. انا عايز اقول ان انجاز كبير قوي ان بايرن ميونخ يكسب دوري ابطال اوروبا او تشامبيونز ليج للمره السادسه في تاريخه ويحقق الثلاثيه للمره الثانيه، بقى الثاني نادي في اوروبا يحقق الثلاثيه مرتين بعد برشلونه. الحقيقه الاداء كان كويس جدا. انا عايزه اقول كومان اللي جاب الجون امبارح ده لاعب خد 20 بطوله، حقق 20 بطوله وهو عنده بس 24 سنه، حقق 20 بطوله وهو عنده 24 سنه، انجاز كبير الحقيقه. كمان ليفاندوفسكي انهى الموسم وهو هداف للثلاث بطولات، هداف كاس المانيا، هداف دوري الماني، هداف دوري ابطال اوروبا. يعني حتى المدرب بعد الماتش كان بيقول انه ليفاندوفسكي لازم يترشح لجائزه افضل لاعب في العالم، وهو اعتقد يستحقها بجداره. طبعا مانويل ناير كمان اثبت امبارح يا احمد انه افضل حارس في العالم، الحقيقه كان بيتصدى الكرات بشكل قوي جدا، حتى لما يبقى في مهاجمين في فريق باريس سان جيرمان زي امبابي ونيمار قدروا يخترقوا الدفاع بتاع بايرن ميونخ برضه كانوا بيلاقوا نوير في وشهم وبيتصدى لكل الكرات. يعني 34 سنه بس اثبت انه احسن حارس في المانيا، ومش هكون ببالغ لو قلت في العالم كمان. هو خليني اقول لك بس انه باستثناء ليفاندوفسكي ونوير ما اعتقدش ان في نجوم من العيار الثقيل. في لعيبه كويسه في البايرن بس ما فيش نجوم من العيار الثقيل زي ما بنتكلم على بس عايزه اقول لك برضه معظم الفرق القويه. برضه يا احمد انه الكانتارا امبارح كان عامل الماتش حلو قوي في نص الملعب، كان واقف الحقيقه هو اللي كان ماسك نص الملعب، كان عارف يقلد الضغط على فريقه في نص الملعب، كان عارف يضغط على نص الملعب بتاع باريس سان جيرمان، وكمان التمريرات بقى الصحيحه اللي في نص الملعب، وكان فعلا متماسك جدا. كمان يعني بايرن ميونخ هيقدم واحده من افضل الاداءات الهجوميه في البطوله، احنا بنتكلم على 43 جون تقريبا في 11 ماتش، يعني قول يا احمد المعدل منهم 15 بس في تشيلسي وبارسا. ايوه بالظبط صح. قول المعدل اربع تجوان في الماتش، والمعدل اربع تجوان في الماتش ده الحقيقه رقم كبير جدا، يعني اداء هجومي قوي جدا من بايرن ميونخ الحقيقه. المدرب يعني شابو للمدرب اللي قدر يعمل بصمه الحقيقه طبعاً، وقدر يعمل طبعاً حاله انسجام ويرجع رونق لعيبه كتير منهم توماس مولر مثلا. وخدي بالك احنا بنتكلم على فريق بينهي موسم محقق ثلاثيه، كانت بدايه السيزون بالنسبه له مش في احسن احوالها، يعني كان في حاله ارتباك شديده جدا تعرض ليها البايرن في بدايه السيزون، ورغم كده قدر انه يتعافى وقدر ان هو يوصل انه يحقق الثلاثيه كاس دوري المانيا وبطوله دوري ابطال فعلا فوز عن استحقاق. صحيفه بيلد الالمانيه قالت في عنوانها بايرن ملوك اوروبا، وكتبت الحقيقه واحده من الصحف على غلافها ايضا كعنوان لفوز البايرن، بايرن يتوج الملك هانز الاول.
اما صحيفه اكسبريس كولن فكان عنوانها تتويج بايرن بالثلاثيه في اشاره طبعا لنجاح الفريق في انهاء الموسم بالفوز بلقب الدوري والكاس في المانيا بالاضافه لدوري الابطال. كمان قالت صحيفه كورنن زيت تونغ ان بايرن بيحكم كره القدم الاوروبيه. في الناحيه الثانيه ركزت الصحف الفرنسيه على حصره نيمار نجم باريس سان جيرمان بعد الخساره وتصدرت صوره نيمار وهو بيبكي صحيفه لوكوب واكتفت بعنوان من كلمه واحده المهموم. اما صحيفه لو باريزيان قالت انتهى الحلم حصره كبيره لنيمار وبي اس جي. حقيقة يمكن كانت بطولة استثنائية، كانت بطولة شهدت عديد من المفاجآت، سقوط فرق من العيار التقيل قدام فرق ملهاش تاريخ في البطولات الأوروبية، لكن الحقيقة استمتعنا بالنهائي وكامل الحقيقة الفرحة والتهنئة. أعتقد أن البايرن نادي من الأندية الصديقة والتعامل مع ما بين الأهلي والبايرن علاقات طويلة جدا وممتدة. فاصل ونتواصل مع حضراتكم مرة تانية في السادسة. اهلا وسهلا بكل جماهير النادي الاهلي بتتابعنا في السادسه مره تانية. والحقيقه ناس كتير الحقيقه ممكن تكون معتقده انه المنافسه في الرياضه مكانها الملعب فقط ولا غير، ولكن ده مش حقيقي. وللاسف الشديد جدا في اوقات كتيره جدا بيلجا المنافس ليك للضرب تحت الحزام. شعار او مبدا او عنوان المنافسه الشريفه اصبح غير موجود في زمن عز فيه الشرف وأصبح فيه كل شيء للبيع، المهم أنه يكون فيه مقابل ونقبض الثمن. أنا هكلم حضراتكم على ناس بتتفنن في صناعة الأزمات وخلق المشكلات، لأنه الحقيقة فجأة بدون أي مقدمات وبعد أول خسارة للنادي الأهلي الموسم ده في الدوري العام أصوات كتيرة جدا خرجت بتتكلم عن أزمات ومشكلات داخل النادي الأهلي. الهدف المعلن من الكلام الكتير اللي سمعناه هو أنه إحنا خايفين عن النادي الأهلي، وهو حق يراد به بطل. احنا بنقول لهم الاهلي ما بيتخافش عليه، لكن الحقيقه توقيت الكلام ملوش غير معنى واحد وهدف واحد وواضح في نفس الوقت، هو ضرب استقرار الفريق والحاله المعنويه للعيبه. واعتقد كمان انه الاهم من ده انك تكسر حاله الدعم المعنوي ومسانده الجمهور الاهلاوي لفرقته، مسانده الجمهور اللي بتكون وقت الشده هي الظهر والسند لفريق النادي الاهلي وقت لما يكون محتاجها بجد. على وعسى اللي مش قادرين ينافسوه يحاولوا يكسروه منهج العاجز والضعيف. الاهلي فوق الجميع ده مش شعار كده بنردده وخلاص، دي حقائق وارقام وبطولات، ومش بس تاريخ على فكره، ده حاضر وواقع. انا في اللحظه اللي بتكلم فيها مع حضراتكم دلوقتي الاهلي يغرد منفردا منفردا، مش بس لانه متصدر الدوري بفارق كبير من النقاط عن اقرب منافس ليه، لكن الحقيقه هو كمان صاحب كل الارقام القياسيه في بطوله الدوري. ومش بس كده، ده كمان واصل للمربع الذهبي في دوري ابطال افريقيا. ننزل بس بنشوف بالصوره كده ونشوف الارقام بتتكلم وبتقول ايه. الاهلي هو اكثر الفرق تحقيقا للفوز والانتصارات في بطوله الدوري العام، واقل فرق في بطولة الدوري من حيث التعادل أو الهزيمة، أقوى دفاع وأقوى هجوم، شتان الفارق ما بينه وما بين كل الفرق اللي بتيجي من بعده. وحتى لو تفتكروا في بطولة الأفريقيا بعيدا عن الدوري احنا ما خسرناش غير مباراة واحدة بفعل فاعل حضراتكم كنتوا فاكرينها، مباراة النجم الساحلي هناك، اللي الحقيقة رغم أنه الأهلي كان بيلعب ناقص بعد طرد ظالم لأيمن أشرف في بداية المباراة إلا أنه وعلى أرض النجم الساحلي قدر الاهلي يقدم مباراه ولا اروع ويسيطر على المباراه بشكل كامل رغم انه ادى نسبه 80% تقريبا من عمر المباراه وهو ناقص بيلعب ناقص لعيب. امبارح انا تابعت الكلام واللي اتقال على لسان سيف وابراهيم، والحقيقه هو يعني ما نقدرش نقول عليه كلام، يعني ده ممكن يكون اقرب ان هو يكون بيان او منشور متوزع، بيان متوزع عليهم كده، لانه انا ممكن اعتقد انه يحصل توارد أفكار أو توارد خواطر مرة اتنين، لكن على طول الخط صعب جدا الواحد يصدق فكرة التوارد. الحقيقة يمكن كان في كلام عن خلافات في غرف الملابس، وأعتقد أنه أي حد اتكلم في الموضوع ده أتحدى قدام جماهير النادي الأهلي في كل مكان أنه حد يطلع يتكلم عن وقعة خلاف واحدة
حصلت في بين يعني في غرف اللبس. كلام كان بيتكلم على انقسامات في مجلس الإدارة وانهيار الفريق الأول، وناس بتقول أصل الفرقة بقت فاضية، مع إن هي دي نفس الفرقة اللي عاملة كل الأرقام القياسية اللي ما فيش فرقة تانية في الدوري قادرة حتى تقرب منها. كلام عن انتقادات لسياسة التعاقدات في النادي الأهلي، ورجعوا لزمان قوي، رجعوا لورا جدا، رجعوا من أيام ما السعيد مشي، رغم انه من لحظه ما مشي عبد الله سعيد من الاهلي لا الاهلي بطل يكسب بطولات ولا فرقته هو شخصيا كسبت بطوله. كلام على اكرامي وعاشور، ومع كامل التقدير والاحترام طبعا للاثنين لعيبه، اثنين كانوا كبات النادي الاهلي، لكن هم السيزون ده تحديدا كانوا زي الحاضر الغائب، يعني ما تقدرش تلمس انه كان ليهم دور حقيقي في مشوار الاهلي الاقل ما يوصف به انه مشوار ناجح جدا السيزون ده. كلام عن صفقة أحمد فتحي أو عن أنه أحمد فتحي ماشي من النادي الأهلي، يا جماعة أحمد فتحي لسه على قوة النادي الأهلي، ده بالعكس كان مشارك وكان لابس شرط الكابتن في الماتش الأخرين، لما يخلص الموسم ويمشي كابتن أحمد فتحي ابقى أقول كابتن أحمد فتحي مشي ليه، وأكيد هتلاقي رد على سؤالك. والكلام على رمضان يعني خلاص بقى، يعني مش ممكن لسه نتكلم على رمضان صبحي دلوقتي. أول الكلام على رمضان لعيب كويس جدا وموهبة حقيقية ولعيب محترم جدا، لكن هو اساسا مش على ذمه النادي الاهلي، وقلناها مرارا وتكرارا، الاهلي ما بيقفش على حد، والفلوس مره ثانيه بناكد ما بتجيبش بطولات. ولا كنت لسه بكلم حضراتكم، كان نيمار جاب بطوله البي اس جي ولا دي ماريا ولا 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 ايكاردي ولا كل النجوم العالم الصفقات بمليارات. احنا بنتكلم على فريق ثمنه يتخطى حاجز المليار دولار، كانوا جابوا بطوله اوروبا. البطولات عمرها ما كانت فلوس، البطولات دي منظومه وتاريخ وثقافه وشغل كبير جدا. على كل الاحوال عشان يبقى كلامي موجه لجمهور النادي الاهلي، كل الاهلاويه، انا بقول الحقيقه لازم تدور عن المستفيد من ورا الكلام ده، مين ليه مصلحه انه يعطل مشوار الفريق في حسم بطولتين هما البطولتين المفضلتين لجمهور النادي الاهلي، او مين ليه غرض ينتقم من النادي الاهلي ويرد الالم ان نزل على وشه. يعني لو قدرتوا حضراتكم تجاوب على السؤال ده تعرفوا الناس دي عايزه تاخدنا ونروح وتروح بينا لفين. اما الفريق النادي الاهلي فبقول لهم احنا مستنيين منكم الرد في الملعب، رجاله الاهلي طول عمرهم الحقيقه رجال افعال لا اقوال. وجمهور النادي الاهلي عمره ما قال سنظل اوفياء، او عمره ما قال انه الاهلي قادم. جمهور الاهلي ما بيعرفش غير حاجه واحده بس، معاك يا اهلي. الملخص المفيد، الخسارة دي الحقيقة كشفت ناس كتيرة جدا وأسقطت كل الأقنعة، وكل واحد ظهر على حقيقته، وزي ما بنقول كده باللغة المصرية الشعبية الدارجة انكشف المستور، ظهر لينا بشكل واضح جدا العقل والرأس المدبرة اللي احنا عارفينها والإيدين اللي بتستخدمها الحقيقة، كشفوا نفسهم بشكل كبير، سواء كنت بتكلم على سيف أو كنت بتكلم على إبراهيم. وأنا الحقيقة عندنا من الأدلة، احنا هنكشف كل حاجة، وما بيفرقش معانا سياسة الصوت العالي اللي بيخوفكم، يعني إذا كنتم تعتقدوا إنه الصوت العالي هو اللي بيكسب، لا ده غير حقيقة على الإطلاق. الصوت العالي ده لغة ضعيف، لغة اللي ما عندوش حق، لغة اللي ما عندوش منطق، لكن إحنا أبداً مش هنسكت على أي تجاوز يحصل في حق النادي الأهلي، وإحنا عارفين إنه في يمكن مصالح كمان تتجاوز حكاية الخوف دي، يعني مش بس الخوف العالي هو الخوف من الصوت العالي هو اللي بيحرك، لا في بالتأكيد منظومة مصالح ومكافآت كلها مكشوفة الحقيقة، ومستوى للأسف شديد جدا، للأسف أنا بقول ده يعني منحط. الحرب على وليد سليمان واحدة من الأمثلة، يعني لمصلحة مين؟ يعني هل التوجه في الهجوم على نجم من نجوم الأهلي إن هو اختار النادي الأهلي وانحاز للنادي الأهلي والجماهير النادي الأهلي، هل ده زعل قوي؟ هل ده حرق قوي؟ هيسيبوه ازاي طبعا؟ كابتن خطيب اللي طردهم منتظرين منهم ايه؟ هيدعموه؟ لا بالتاكيد طبعا، حرب شعواء على كل مستويات. اي حد شاري الاهلي في الفتره اللي جايه هيتحارب، اي لعيب هيقول لهم لا هيبقى ضدهم. والحقيقه انه مجلس النادي الاهلي وعلى راسهم كابتن محمود الخطيب بيتصدى لكل المحاولات اللي بتستهدف هز استقرار وضرب استقرار الكيان، وما عنديش شك الحقيقه ان هم هيفضلوا يشتغلوا في صمت وهيتحملوا عشان خاطر النادي الاهلي، لكن في النهايه المسلسل ده لازم ينتهي. فكره التحالف الشيطاني ده، ناس بتستخدم الهجوم بصوت عالي، ناس اتطردت من كيان النادي الاهلي ولا تنتمي لهذا الكيان ولا يشرف هذا الكيان انتمائهم ليهم، واعلام السبوبه طبعا اللي واضح الحقيقه انه ممنهج وبيتحرك بشكل مكشوف،
كانت يمكن الناس تشتريها او تبلعها او تصدقها لو كانت ملعوبه بحرفنه اكتر من كده. الحقيقه احنا يمكن كل حد معروف بالاسم وكل واحد واضحه نواياه، وانا ان كان ليا ان انا اطلب من جمهور الاهلي، انا بطلب من جمهور الاهلي مقاطعه هذا النوع من الاعلام. الاهلي عنده اعلام وعنده جمهوره، واحنا مش هنقف على حد وهنكشف اي صوت بصوت اعلى منه. وزي ما قلت لحضراتكم الايام كاشفه، احنا كل ما بنبعد الصوره بتبقى اوضح، ودائما وابدا الاهلي فوق الجميع. وبمناسبه الحرب الشعواء، مش بس الكلام اللي كان ممنهج، انا عايز اقول لحضراتكم يمكن قبل ماتش الاهلي انا امبارح كنت بتكلم على فكره الحرب النفسيه، فكره انه استهداف لعيبه الفريق حتى ولو بعروض وهميه، كلام على صفقات زي حمدي فتحي، كلام على مشاورات مع الشيخ، بعض الاخبار اتقال انها منسوبه لبعض الصحف العالميه التي لا تقبل الشك، زي مثلا بعض الصحف السويسريه اللي قالت انه في تفاوض مع ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي. وبالحقيقه احنا ما سبناش الخبر، احنا سعينا ووصلنا لان احنا نعرف انه هذه الصحيفه او الجريده على وجه التحديد بتقبل اخبار مسبوقه الدفع، يعني بيقبلوا ان هم ينشروا على صفحاتهم اخبار مدفوعه الاجر، ياخد اجر الخبر وينشر هذا الخبر. وزي الخبر ده انا بقول لحضراتكم على شيء حصل بالفعل وهيحصل الايام اللي جايه وهينشر في الايام القادمه، صحف انجليزيه على وجه التحديد بتنشر برضو اخبار مدفوعه الاجر. طبعا احنا عندنا لما يبقى في وسيله اعلام صحيفه جريده اجنبيه بناخد على طول طبعا بالاتفاق مع بعض المواقع والصحفيين بيتم نشر الخبر ده وبيتقال انه نقلا عن الصحيفه الكذا عشان يبقى فيه درء للشبهات، عشان ما حدش يشك في مصداقيه الخبر وبالتالي يبيع الوهم للجماهير. حاله الشحن وحاله الاثاره ممكن بشكل كبير جدا تكسر مشوار الاهلي، ده اللي هم بيتوهموه او اللي بيعتقدوه او اللي هم مصدقين فيه. على كل الاحوال الشابو مرفوعه واضحه وصريحه، شابو على ناس بتزيف الحقائق، وشابو لناس غير موضوعيه على الاطلاق، ناس بتهاجم بطل الدوري حتى اللحظه، ناس بتهاجم متصدر البطوله اللي سابق باكثر من 14 نقطه، ناس بتهاجم فرقه واصله لقبل نهائي افريقيا في توقيت حساس، ناس بتهاجم فريق محقق كل الارقام القياسيه. ما سمعناش صوت بيهاجم الوصيف او بيهاجم اي فريق تاني في الدوري، تعرض للعديد والعديد والعديد من الاخفاقات وفرصه في تحقيق البطوله تكاد تكون معدومه. يبقى الشابوه على ايه؟ على كل الاحوال نروح بنتو فلورو مدرب ريال مدريد وفيا ريال الاسباني السابق، نتكلم على ماتش امبارح. بقى الحقيقه هيكون معانا على التليفون، نعرف كده ردود افعاله ورايه في مباراه نهائي اوروبا. مستر برونو اهلا بيك في قناه النادي الاهلي وفي برنامج السادسه. شكرا جزيلا، انه من دواعي سروري ان اكون معكم في هذا البرنامج. خليني في البدايه اسالك على فوز البايرن بالتشامبيونز ليج او بلقب بطوله دوري ابطال اوروبا السنه دي، ومشواره حتى الوصول لمنصه التتويج وقدرته على تقديم عروض قويه جدا مع عمالقه اوروبا. في المقام الأول يجب أن نحدد كرة القدم فهي لعبة لها مكونات مختلفة، مكون الأساسي فيها هو التوفيق والمكون الآخر هو عدم التوفيق، مكونان مهمان يقومان دائما على الموارد التي نقوم بإدارتها سواء اللاعبين أو الموارد الأخرى حتى نصل إلى ما يسمى بالمستوى التنافسي، هذا المستوى الذي يجعلنا كفريق أي فريق في العالم يطمح في الوصول إلى البطولات الأهم الموجودة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى القاري. إن الفريق الألماني في الفترة الأخيرة رأينا أنه يتميز بهذا الشق البدني العالي والمميز مقارنة بفريق باريس سان جيرمان، لهذا
بصرف النظر عن هذا التميز، لكن وبالرغم من تميز اللاعبين، لكن المباراة لم ترقى إلى ما كنا ننتظره كمباراة نهائي. مباراة كان فيها نواحي دفاعية كثيرة، كان هناك زحام في منطقة وسط الملعب، في بعض اللحظات لم يكن هناك نوع من أنواع التصميم والحسم من الجانبين. أنا سأسمي هذه المباراة مباراة فقيرة على المستوى الفني، نظرا لوجود فريقين على مستوى كبير وفريقين عملاقين، لكن المستوى الفني الذي خرجنا به لم يكن على نفس مستوى اللاعبين المتواجدين. مستر فلورو، البطولة في الموسم الحالي كانت بتشهد الحقيقة عدد كبير جدا من المفاجآت، وكان يبدو أن في سمة واضحة وهي قدرة الفرق الصغيرة اللي ما عندهاش تاريخ كبير على إقصاء فرق من العيار الثقيل. هل بتعتقد أن احنا أمام موسم استثنائي بسبب الكوفيد 19 سيتويشن، يعني بسبب ظروف الفيروس كورونا، ولا حضرتك تعتقد انه خريطه الكره في اوروبا بتتغير وفي سبيلها لده في خلال المواسم القادمه؟ Oye, es que has empezado a hablar cuando había gente también hablando allí. No te ha entendido la pregunta. La pregunta es, ¿hemos visto? Dime. Bueno, ha sido una competición final un poquito especial por el asunto. أعتقد أن المسألة كلها تدخل في نطاق استثنائي بسبب مسألة فيروس كوفيد 19. بعض الأندية استطاعت أن تقوم بالمحافظة على مستواها البدني والفني بالرغم من فترات التوقف الطويلة، لكن بعض الأندية الأخرى بما فيها الأندية الكبيرة لم تستطع أن تحافظ على ما كانت عليه من حالة فنية وحالة بدنية. لكن أعتقد أن هذه المفاجآت كانت بالنسبة إلينا نوع من المفاجأة والإثراء لخريطة الكرة الأوروبية، لكن أيضا هذا كشف لنا أيضا القدرات التنظيمية الموجودة على مستوى الاتحاد القاري الأوروبي. لكن أيضا يمكن أن نرصد أن معظم الفرق سواء الصغيرة أو الكبيرة كانت تلعب بمنطق عملي، منطق المكسب ومنطق استغلال أخطاء الكبار واستغلال أخطاء وتراجع مستويات الكبار. هذا ما حدث، وهذا ما جعلنا نرى فرقا لم نكن لنتوقع أن تصل إلى هذه الأدوار. لذلك فأنا أؤكد كما أكدت سيادتك في عرضك لهذا المسألة، أن المسألة فعلا تعتبر موسم استثنائي بمحتوى استثنائي. إذا تكلمنا عن ريال مدريد وهو فريق من الفرق لليوم شعبية وجماهيرية كبيرة جدا عند جمهور الكرة في مصر، ازاي بتقيم الموسم بتاعه؟ ازاي بتشوف مشواره في بطوله دوري ابطال اوروبا، خصوصا طبعا بعد خروجه امام المان سيتي بالخساره في الذهاب والاياب؟ مدريد ان جنرال ريال مدريد ومانشستر سيتي تعتبر مباراة شديدة الغرابة. سي ما يكونش هلا يا علي البارتيدو انتر ريال مدريد والمانشستر سيتي بين الفريقين كان بارتيدو استرانيو، مباراة شديدة الغرابة، الاكيليبريو لأن المسألة أن الفريقين لم يلعبا بالصورة المنتظرة، لذلك فقد فاز من كان الحظ له ظهيرا. ليس المسألة لم تكن أن المانشستر سيتي كان أحسن من ريال مدريد، لكنه كان محظوظا أكثر من ريال مدريد
هذا إلى جانب الاعتراف بأن ريال مدريد لم يكن على المستوى. ثم حدث أن مانشستر سيتي خسر في الدور التالي، بالرغم من أن مانشستر سيتي أيضا من أحد الفرق العملاقة الموجودة على الخريطة الأوروبية، لكنه لم يكن في مستواه، لذلك فقد فاز على ريال مدريد بالتوفيق المحض. لذلك أنا أقول أن أي من الفريقين لم يلعب بالصورة المنتظرة، ولم يكن كلاهما يستحق أن يصعد إلى أبعد من هذا الدور. على الرغم من خروج البارسا والريال، بعتقد في مفاجأتين من مفاجآت شامبيونز ليج السنة دي، إلا أنه سيبيا قدر أنه يحقق إنجاز كبير جدا ويقدم عروض قوية ويفوز باليوروبا ليج. في رأيك أهم الأسباب اللي أدت إلى حصول سيبيا على اللقب؟ Bueno, el Sevilla, el partido del Sevilla fue mucho mejor. En el sentido de que مباراة سيبيا كانت مباراة أقوى، الفريقان لعبا بندية، الفريقان كان لهما نية وعزم على الفوز، الاثنان كان لهما نفس القوة في الكفاح للوصول إلى اللقب. لذلك نستطيع أن نقول أن المباراة كانت شديدة الندية ومباراة شديدة الحماسة، وكان بها كثير من ما يسمى بالخطط الداخلية، الخطط المتداخلة في أرض الملعب، وكلا المدربين كان يحرك فريقه بغية الوصول إلى النصر من أقصر الطرق. سؤالي الأخير وأرجو أن الإجابة تكون مختصرة، إزاي استقبلتوا خروج البارسا من بطولة دوري أبطال أوروبا على إيد البايرن بسكور 8-2 في أسبانيا؟ Bueno, siempre se tienen interpretaciones. ما يكون هناك تأويلات مختلفة، كل يقوم بتأويل المسألة كما يراها، لكن أن البارسا في مباريات سابقة كان يلعب بصورة جيدة، لكن في هذه المباراة فاز من يستحق الفوز، لكن بالفعل كان بايرن ميونخ أعلى حظا من البرشلونة، لكنه استحق الفوز في النهاية. بينتو فلورو مدرب ريال مدريد وفيا ريال الأسباني السابق، بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا في السادسة. حلقتنا لسه ما انتهتش، بعد الفاصل نرجع لحضراتكم مرة تانية بعد فاصل سريع. رجعنا لحضراتكم من جديد، والحقيقة اسمحوا لي أرحب بضيوفي في الاستوديو، كابتن إسحاق أول منورنا برنامج السادسة، كابتن حمادة مرزوق منورنا، وأسفين على إن احنا تأخرنا عليكم، بس معلش اللي بيحصل مع النادي الأهلي الفترة دي خلي الواحد يخرج عن شعوره يا كابتن حمادة. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي البداية طبعا يعني دايما النادي الأهلي متعرض في أوقات معينة لحاجات زي دي، أي نعم هي الأيام دي شوية بزيادة، لكن ده وضع طبيعي إن دايما الكبير دايما بيتهاجم. ما ينفعش إن يبقى في نادي ونادي عادي ممكن حد يهاجمه ويبتدي ينتقص من قدراته ومن إمكانياته ومن اسمه الكبير. دايما الاتجاه دايما بيروح للكبير، فدايما النادي الأهلي كبير، ودايما إن شاء الله بإذن الله بيعدي المراحل اللي هي البسيطة الصعبة، بيغير جلده في أوقات سريعة جدا. الأمور كلها يعني النادي الأهلي واخد على الأوضاع ديت، والنادي الأهلي إن شاء الله مستمر في الحالة اللي هو فيها، متفرغ تماما وبشكل احترافي للمراحل اللي جايه ان شاء الله باذن الله، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه. الحقيقه كابتن انا كنت بقول ان الحمد لله ان خساره الزمالك دي حصلت عشان نتعلم من الاخطاء، بس هي كمان الحمد لله انها حصلت عشان تكشف لنا اقنعه كتيره. بس ندخل بقى في المهم واروح للكابتن اسحاق. خلاص الاهلي عنده ماتش مهم في الدوري جوله 22 مع الجونه، شايف اللقاء ده ازاي فنيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده لقاء مهم جدا زي ما انت قلتي، ونادي الاهلي عشان خسر ماتش او تعادل ماتش مش يعني ده نهايه العالم او نهايه الطريق،
لا النادي الاهلي مستمر في طريقه وعارف هدفه ايه وهيستمر تجاه هدفه، فان شاء الله دي تكمله ماتش الجونه تكمله عشان نرجع ثقه لينا ولجماهير النادي الاهلي واللعيبه ترجع تاني على مكسب. طيب شايف انه فايلر هيجري التغييرات في تشكيل الفريق بعد لقاء القمه؟ اه طبعا لازم. يعني من وجهه نظرك كده ايه التشكيل المثالي مثلا؟ على خط الهجوم طبعا لازم يكون في ثلاثه باطراف يمين وشمال ظاهرين لازم يكونوا موجودين. ده خطا اللي انا وجهه نظري انا شايف في ماتش القمه اللي حصل لعدم وجود الطرف الرئيسي على الجناح اليمين، ده اثر على اداء النادي الاهلي واثر على شراسه الهجوم النادي الاهلي. فاعتقد الماتش اللي جاي ان شاء الله الاخطاء دي هو كمان حتى في الشوط الثاني حاول يتدارك الاخطاء دي وبقينا رجعنا حتى جبنا جون تعادل، فان شاء الله هو يعدل الموضوع باذن الله ان شاء الله. كابتن حماده برضو عايز اسالك، يعني شايف ايه التغييرات اللي ممكن يجريها بايلر في لقاء الجونه؟ اولا هو وضع طبيعي جدا ان بعد ماتش خساره وبعد اداء يمكن غاب عنه التوفيق بشكل كبير جدا، لكن الاداء برضو ما كانش مرضي وكانت فيه اخطاء كتير، وزي ما حضرتك قلت ان كانت فرصه كويسه ان يحصل ده قبل مرحله مهمه جدا داخل عليها النادي الاهلي، مرحله مهمه جدا وكان ممكن يحصل تعادل او مكسب وما يظهرش قوي بعض النقاط اللي لازم المدرب يقف عندها ويبتدي يصلح من الاخطاء. كانت في اخطاء كتيره جدا سواء في الضغط سواء في التمركز سواء في التسليم والتسلم، يعني حاجات كتيره جدا بعض الافراد اللي مفترض ان يبقى في تغيير في التشكيله معينه، طريقه اللعب برضو كل الكلام ده رؤيه مفترض ان المدرب بيخرج بيها من 90 دقيقه اللي فاتوا دولت عشان يشتغل عليهم وعشان يتحول الامر لشيء ايجابي. وانا متهيألي ان في ماتش الجونه هيبقى تجربه حقيقيه للمرحله اللي بعد كده اللي هي المرحله الافريقيه. طب شايف كابتن فايلر ازاي بشكل عام؟ يعني فكره تشبيهه بمانويل جوزيه شايفها في محلها؟ لا انا مش شايف ان اي مدرب بيبقى امتداد لمدرب تاني. يعني مانويل جوزيه عمل تاريخ صعب جدا ان اي حد، بس بنتكلم على ناحيه معاملته مع اللعيبه برضو يا كابتن، دايما مركز فايلر على الناحيه النفسيه قوي ومانويل جوزيه كنا بنشوفه دايما في الحته دي، فعشان كده في ناس كتير بتشبه المدربين ببعض. وبرضو ريكورد يعني لحد دلوقتي كان 20 ماتش قبل ماتش القمه، كان 18 فوز 2 تعادل ما كانش فيه خساره، يعني رقم كويس برضو فايلر محققه مع طبعا فايلر. هو حضرتك بصي بالارقام يعني فايلر ماشي بشكل طبيعي جدا وكويس جدا وده الوضع الطبيعي بالنسبه للنادي الاهلي. زي ما قلت لحضرتك ان برضو في فرق في التعامل، في فرق في الشخصيه، ما بقاش في شخص امتداد لشخص ثاني. كل مدرب وليه شخصيته، كل مدرب ليه فكره، وكل مدرب ليه قدراته ان هو يقدر يزرعها في اللعيبه ويبتدي اللعيبه تاخد منه بشكل كويس. انا شايف ان الامور ماشيه بشكل طبيعي، يمكن الهزيمه اللي حصلت او الموقف اللي حصل زي ما قلت لحضرتك برضو مهم جدا ان في مواقف معينه لازم تحصل عشان نتدارك الاخطاء. فانا برضو متاكد ان الفتره اللي جايه هي مرحله تصحيح اخطاء عشان احنا داخلين لمرحله مهمه جدا الاخطاء فيها تكلفنا كتير. ان شاء الله باذن الله نقلل اي فرقه بيتقلل فيها الاخطاء بشكل عام فهي بتوصل وبتبقى فريق بطل وده الـ 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 المفروض ان يبقى موجود في النادي الاهلي. طب احب اروح بيك يا كابتن وبرده مع كابتن اسحاق، افضل ذكريات ليك مع النادي الاهلي؟ لا ذكريات كثيره طبعا النادي الاهلي. اكتر حاجات بتفتكرها كده وتحس بفخر؟ لا بصراحه انا اول حاجه بفتكرها اول ظهوري في النادي لما جيت من نادي الاسوان دخلت على النادي الاهلي لقيت دنيا مختلفه واللعيبه كاني انا موجود معاهم من زمان. كله قابلني، كله فرحان بيا، كله عايز يخدمني، فدي بتدي احساس لاي لعيب جديد داخل النادي الاهلي يحس ان هو داخل بيته مش يعني لسه جاي جديد على اللعيبه. اللعيبه كان محترمه، نجوم كبار طبعا كابتن ابراهيم حسن وكابتن حسام حسن وليد صلاح الدين هادي خشبه، فكان الناس كويسه. نجوم كبار، فدي اكبر حاجه بصراحه مش قادر انساها. طب كانوا بيسموك يا كابتن الجوكر؟ عشان بتلعب في اي مركز كويس جدا. كان خدت الهجوم ده كان اي حته انا كان
كابتن ستوبل الماني كان بيحطني في اي حته في الهجوم، سواء راس حربه او من فوق ناحيه اليمين او ناحيه الشمال او تحت راس حربه. طب مين دلوقتي لعيب تشوفه شبهك؟ جوكر كده زيك؟ والله قعدت كسول بشوف اجاي جونيور اجاي، في نوع كده نفس الستايل ونفس الفكر شويه. بيقولوا برضو على طاهر الصفقه الجديده جوكر بيلعب في اي مكان كويس جدا. ما دي حاجه مهمه طبعا في اي فريق، واللاعب نفسه لما يبقى عنده مميزات دي بيلعب كذا مركز، فمدرب بيحتاجه بشكل كبير دايما يبقى متواجد بدل ما تعمل تغييرات من بره، فبوجود اللاعب ده ممكن تعدل امور كتير من جوه الملعب. دي مهمه جدا. لما بتفتكر يا كابتن حماده النادي الاهلي ولما كنت لاعب فيه، ايه اكتر حاجات مواقف لما بتفتكرها بتحس كده بفخر؟ اولا ان كل لحظه ليا في النادي الاهلي هو فخر ليا حقيقه، انا مش بزود الكلام ولا حاجه، لكن دي حقيقه. انا داخل النادي الاهلي سنه 80، يعني تقريبا بقى لي حوالي 40 سنه وعضو وعامل في النادي، عمري فيعتبر هو يعني لما عمري كله يعني لما بقول بيقول لك ده عمري كله يعني انا لما اقول ده بيتي هو فعلا بيتي، مش مجرد انا هي كلمه بتتقال وخلاص، لا هو فعلا هو بيتي وانا موجود فيه من سنه 80. فالنادي الاهلي بيحمل لينا ذكريات طيبه جدا جدا. بس انا عايزه موقف بعينه برضو يا كابتن، حاجات كده من الكواليس. لا هو المواقف اللي هي يعني ما تتنساش بالنسبه حتى لجماهير الكوره اللي هم سنهم كبير شويه، ماتش الاهلي والزمالك مثلا. كان ماتش الاهلي والزمالك اللي كسبنا فيه 3-2 في بطوله الكاس، الكلام ده كان سنه 84 85. يمكن الماتش ده كان ليه وضع خاص وليه كواليس. الاهلي لعب بالناشئين الماتش ده؟ لعبنا بالناشئين. يعني احنا ساعتها ناشئين، كانت مجموعه من اللعيبه واتجمعت تقريبا من فرقه 19 و21 سنه. وكان ليها موقف معين، وده على فكره يعني كانت فتره اثبات ان النادي الاهلي فعلا نادي مبادئ وقيم واخلاقيات عاليه جدا، لان النادي الاهلي كان واخد موقف ما بيحصلش في التاريخ، انه يوقف النجوم كبار جدا ويخش بيلعب فريق كبير زي فريق نادي الزمالك وبيلعب بالناشئين. ما كانش فارق معاه ان هو يكسب او يخسر، لكن كان مهم جدا ان هو يرسخ حته الاخلاقيات والمبادئ النادي الاهلي اللي ما بتتجزأش واللي ما بتتغيرش على مدار سنين طويله. فانا طبعا انا بتشرف ان انا كنت في يوم من ايام اداه لهذه اللحظه اللي اتغرس فيها وقتها كابتن حسن حمدي خد قرار ان هو يلعب بالناشئين. كان الكابتن صالح سليم الله يرحمه كان موجود في لندن تقريبا، وساب الملف كله للكابتن حسن حمدي. وانا فاكر كويس قوي ان الكابتن حسن كان يعني تحاول بقى مشرف على الفريق. فما كانش بيسيبنا. كنا بنلعب ماتشات وديه وكنا بنروح في اماكن معينه، وافتكر كويس ان انا لعبنا ماتش اعتزال الكابتن شحته، كان قبل ماتش الزمالك ده بحوالي 10 ايام. كان ماتش صعب جدا وكان الجمهور بيهاجم النادي الاهلي وبيشتم لان لغرض معين، ومع ذلك الاهلي كسب 3-2. وده صمموا ان هم نلعب. من القرارات التاريخيه للنادي الاهلي، وده برده بيثبت يا كابتن الاهلي ما بيوقفش على حد خالص. ده اكبر دليل على ده. 16 نجم بالاضافه لحوالي 10 لعيبه كانوا موجودين في منتخب مصر في المغرب. فبالتالي 26 نجم. يعني صعب جدا، يعني ممكن اي نادي يوقف واحد لعيب اثنين ثلاثه، انما يوقف 26. هو طبعا ال10 ما كانوش موقفين، ده كانوا موجودين في المغرب وكان في 16 نجم كبير جدا هو اللي اتاخد الموقف ضدهم. والنادي الاهلي صمم فعلا ايامها ان هو يكمل رغم الضغوط الشديده جدا اللي الناس كانوا بيقولوا ان الحاجات دي بتتذكر في التاريخ. ان احنا كناشئين لو لعبنا نادي الزمالك كنا ممكن نخسر بنتيجه كبيره جدا، فبتتحط في التاريخ بصرف النظر عن وقتها. الفريق الثاني كان عمال يتغنى بانه خلاص انه كسب، ده الاهلي جاي يلعب بالناشئين، كانوا نجوم كبار، خلاص كسبنا بقى. وكانت الحقيقه مفاجاه، وده النادي الاهلي معود الجمهور على كده حتى لو بيلعب بالناشئين. بالظبط، الروح العاليه جدا بتاعه النادي الاهلي ارجو اتمنى انها تستمر لاخر لحظه ان شاء الله. يعني ان شاء الله. كابتن اسحاق، ازاي بيكون التحضير للماتشات القمه، ماتشات الحاسمه المصيريه، بيكون ازاي تحضير ليها فنيا عن اي ماتش تاني؟ مش فنيا بس طبعا، في حاجه الماتشات القمه محتاجه عامل نفسي وذهني وبدني، وبعدين خلاصتها بقى في فني كده كده. انت كمدرب او كجهاز بيشتغل على فني طول
طول الاسبوع طول الوقت بيشتغل مع اللعيبه وبيفهموا ايه اللي مطلوب من كل واحد، عارف واجباته. لكن كل ما ايام الماتش تتقرب فمحتاج قوي انت ترفع معنويات اللعيبه، تديهم ثقه، تديهم عامل نفسي عشان يعرف يخش المباراه دي هو حاسس بنفسه يقدر يطلع كل حاجه اللي عنده. طب كم مين اقرب لعيب ليك في النادي الاهلي حاليا؟ لا وقتها، وقت ما كنت بتلعب وقتها كان هادي خشبه. هادي خشبه، هادي خشبه. تفتكر هادي. موقف كده معين ليك معاه؟ طبعا كابتن هادي، انا افتكر كان في سفريه كده واحنا رايحين السنغال هنلعب ماتش افريقيا برضو، فاداره نظمت كده هنروح على السعوديه نعمل عمره وبعد كده نكمل. فاول مره انا كنت دايما في الاوضه بقعد مع واحد اسمه يوسف يعقوب كان من غانا. ففي السفريه دي بالذات كابتن هادي طلب ان اقعد معاه، فانا ما اعرفش هو هدفه ايه فيها. لما وصلنا هناك بقى فجي بيكلمني يقول لي انا طلبت ان تقعد معايا في الاوضه عشان نروح الحرم، فانت تبقى معايا، عايز انا بدعي لك على طول عشان ربنا يهديك تبقى حاجه كويسه في حياتك في مستقبلك. فدي طبعا حاجه كبيره بالنسبه لي، كل ما افتكرها بشكره عليها كابتن هادي كشف. طبعا. ويا كابتن حماده، مين كان اقرب لاعب ليك؟ في اكتر من، اولا طبعا هو قربيه ياسين اقرب واحد، يعني عشرة عمره قعدنا مع بعض في فترة طويلة واشتغلنا حتى في التدريب، يعني اشتغلنا مع بعض حوالي 5 سنين. في طبعا أيمن شوقي برضو قعدنا مع بعض، في لأن احنا بحكم الاغتراب وكنا مغتربين فكنا بنقعد مع بعض، فأقرب الناس اللي مرتبط بيها لغاية دلوقتي هو ربيع ياسين وأيمن شوقي. وفي طبعا بعض اللعيبة الكتير اللي أنا مرتبط بيهم خلال وجودنا كمان على مدار السنين الطويله بعد ما بطلنا، فاحنا موجودين واكيد حضرتك عارفه فريق الشمس فبنتجمع دايما مع بعض. يعني طب يا كابتن، يعني خلال مسيرتك مع النادي الاهلي لو رجع بيك الوقت، في حاجه تحب تغيرها، قرار خدته ندمت عليه ممكن لو رجع بيك الزمن ما تاخدوش او العكس؟ في حاجه غيرت مجرى حياتي، يمكن سنه تقريبا 88 الكابتن هاني مصطفى الله يديله الصحه راح لنادي المريخ، مسك نادي المريخ فطلب باثنين من النادي الاهلي، يعني فهو كان من ضمنهم انا، يعني فمفروض ان انا كنت اطلع اعاره يعني. فكان يعني كانت نقطه تحول، يستنى في النادي الاخد قرار، يستنى في النادي الاهلي يا اما اطلع مع نادي المريخ كان لسه صاعد دوري ممتاز واروح مع الكابتن هاني. لو اتكرر بيا الموقف لا مش هسيب النادي الاهلي، وكنت اقدر اكمل لان كانت الوضع هيبقى مختلف تماما. لكن يمكن انا حته اللعب انا لعبت وانا صغير وبعدين بعد كده قعدت، لان كان في نجوم كبار جدا في النادي الاهلي، هي دي اللي خلتني ان انا اخد القرار واروح نادي المريخ مع الكابتن. المنافسه كانت صعبه عشان في نجوم جدا كبار جدا جدا، تمام عارف حضرتك كابتن الخطيب وطاهر ابو زيد ومحمد عامر ومختار اسامي كبيره طبعا. جدا يعني اسامي جامده جدا، لكن كان ممكن لو انا صبرت شويه كان ممكن الامر يتحول، لكن قدر الله وما شاء فعل. يمكن بعض الحاجات اللي بتتخذ فيها قرار والواحد بيحس شويه بندم عشان بعدي للنادي الاهلي، بس بعدي عن النادي الاهلي كنت ممكن اكمل والعب ماتشات اكتر خلال الفتره دي. لسه كلامنا مكمل يا كابتن على النادي الاهلي وعلى الدوري المصري، ونتكلم عن افريقيا كمان، بس هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم تاني.